الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقه جديد من المحترف. النهارده حلقتنا ان شاء الله هتكون حلقه مميزه جدا، هنتابع فيها مع حضراتكم اخبار الكره العالميه، الكره الاوروبيه، هنتابع اكيد موسم الانتقالات المشتعل وما زال مشتعل في القاره الاوروبيه. كمان هنناقش مع حضراتكم قضيه مهمه جدا تخص الدوري الالماني وبالاخص بايرن ميونخ. من خلال حلقتنا النهارده، هل يا ترى الكره الالمانيه بتسعى انها تعتلي الصداره وتاخد الاضواء من الدوري الانجليزي اللي مسيطر على العالم ويكون افضل دوري في العالم لمده يمكن العشر سنين اللي فاتوا؟ هل المانيا ستعيد اوراقها مره ثانيه لجذب المستثمرين وجذب رجال الاعمال ووجود نجوم كبار ومدربين كبار في الدوري الالماني؟ دي قضيه النهارده ان شاء الله هنناقشها مع طبعا ناقدنا المتميز كمان في الكره الالمانيه محمد الباز. عندنا قضايا كتيره جدا وعندنا يعني ملفات كتيره جدا، لكن خليني قبل ما ابدا مع حضراتكم اتكلم اكيد عن نادينا النادي الاهلي. ردود افعال بعد مباراه بيراميدز والخساره بهدفين مقابل لا شيء للنادي الاهلي، ردود افعال جزء منها مقبول جدا. احنا جماهير النادي الاهلي مش متعود على الهزيمه، والنادي الاهلي كمان وجماهير النادي الاهلي عارفه ان كره القدم مكسب وخساره، ولكن مش بالشكل اللي تم في مباراه بيراميدز. اتكلمنا كتير جدا جدا عن غياب الروح، عن القتال، عن 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 حاجات كتيره جدا، ومن حق جماهير النادي الاهلي انها تزعل، لان هو ده الفرق ما بين جماهير النادي الاهلي واي جمهور تاني. النادي الاهلي بيسعى دايما للبطوله، النادي الاهلي دايما بيسعى للفوز، وكمان الفوز بشكل كويس وباداء كويس. طبعا معادله صعبه جدا في كثير من الاحيان بيحققها النادي الاهلي، ولكن عايز اقول لحضراتكم كمان ده هدف المحترف، ان احنا يعني بنسلط الضوء كيف تتعامل اوروبا والانديه الاوروبيه مع لاعبتها، وكيف يتم التعامل هنا للاسف في الدوري المصري في حاجات كتيره جدا، مش انتقادا اكيد للدوري المصري، لكن رغبة وإصرار منا أن احنا بقدر الإمكان بنحاول نضع قدما على الطريق الصحيح. حد يقول لي إيه العلاقة ما بين اللي بتقوله وما بين مباراة النادي الأهلي وبيراميدز؟ لا، في علاقة كبيرة جدا على مستوى اللاعبين. كل الناس قالت أن اللعيبة مش في المستوى وأن اللعيبة أداء سيء جدا، حتى ما فيش سرعة، ما فيش قوة، ما فيش قتال. أنا أتفق تماما مع كل اللي قال، لكن خلينا نشوف الأسباب ونقارن الأسباب، خلينا نشوف إيه الأسباب. الأسباب أكيد في حالة إجهاد واضحة جدا 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 على لعيبة النادي الأهلي، وعايز أعمم كمان على مستوى الدوري العام في مصر. لو اتفرجت على أي مباراة إلا قلة قليلة مع الفرق اللي هي مش مضغوطة بشكل كبير، هتلاقي عندهم شوية سرعة، عندهم شوية قوة، لكن معظم مباريات الدوري لما تتفرج عليها وتتفرج مثلا على الدوري الانجليزي او الدوري الالماني، هتلاقي في فرق في الصوره، فرق في السرعه والقوه والتحامات، الريتم بيبقى سريع جدا. خلي بالكوا ده بيجي من اساسيات كره القدم وبدايه من سيستم المباريات، لكن كمان عمليه الاجهاد الواضحه جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي، خاصة ان لعيبة النادي الاهلي معظمها بيلعب مع منتخب مصر. تخيل حضرتك ان ثلاث مواسم بدون توقف، ثلاث مواسم على التوالي. يعني انا لو رحت اي بلد في اوروبا اقول لعيب الكوره انت هتشتغل ثلاث سنين من غير ما تاخد اجازه، يعني كلام غير مقبول وغير منطقي بالمره. بالمقارنه بنشوف مثلا ليفربول موسم طويل جدا جدا جدا، ولكن بعد الموسم اتفرج على محمد صلاح وهو بيقضي اجازته مع عيلته، قاعد في جزيره في اليونان، بنتفرج على ساديو ماني بيروح قبل ما يروح البايرن بيرجع بلده بيقضي اجازته، ابراهيموفيتش ايضا في جزيره بيستمتع باجواءه. الخروج والفصل ما بين المواسم ده شيء اساسي في كره القدم، الراحات ده شيء اساسي. انا لما كنت بلعب في المانيا يعني بناخد طبعا اجازات اسبوعين ثلاثه ما بين المواسم او شهر بالكثير قوي، المدرب يقول لنا اخرج تماما، طلع كره القدم من دماغك واستمتع بحياتك عشان تبدا تشحن تاني وتبدا تقدر تدي داخل الملعب. للاسف لعيبه النادي الاهلي محرومه من الكلام دوت. خلينا نتكلم بكل امانه، احنا دلوقتي مش هقول في موقف صعب، النادي الاهلي يعني نادي كبير جدا جدا ولعبته قادره انها تعدي كل المواقف. ايه المطلوب؟ اولا المطلوب من اللعيبه الاصرار والعزيمه والروح القتاليه، نمره واحد
ده لو انت عملت كده واتغلبت ما عندناش اي مشكله. يبقى اللعيبه عندها تيجي على نفسها كمان، والنادي الاهلي متعود على لعيبته انها لعيبه رجاله، وفي المواقف الصعبه بتقدر تظهر بمعدن روح النادي الاهلي. ده المطلوب، عزيمه، اصرار، مجهود، دوس على نفسك كويس قوي، وروح الفانيلا الحمراء لازم ترجع تاني وتظهر تاني. ده نمره واحد. نمره اتنين، جماهير النادي الاهلي اللي بتحب النادي الاهلي دلوقتي وقت الروح المعنويه، لازم تبث روح معنويه عاليه جدا. ده وقت انك لازم تدي طاقه ايجابيه. الطاقه الايجابيه ديت صدقوني هي اللي هتساعد، لان خلاص كل اللي بيطلع ينتقد وبيقول ده احنا وكذا واللعيبه والموضوع منتهي، وده مش هيجيب نتيجه ايجابيه. خلينا نقف جنب نادينا زي ما متعودين، خلينا نقف جنب لاعبتنا زي ما متعودين. خلاص صفحه بيراميدز اتقفلت، عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه ببطوله امام نادي الزمالك، فريق كبير وماشي بمستوى هايل. احنا قد المباراه ديت ان شاء الله باذن الله نتوج بكاس مصر، وكمان نخش بقى مع معت الدوري وزي ما بقول النادي الاهلي انا في رايي الشخصي ما زال ان شاء الله هو الاقرب للفوز ببطوله الدوري. لما بتحط ضغوط على لعيبه النادي الاهلي ويكون جنبها روح ايجابيه واصرار وحمل لعيبه النادي الاهلي المسؤوليه، هيكون قدها ان شاء الله على مستوى الاداره، على مستوى مجلس الاداره طبعا، اللي يعني لا يبخل جهد على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، كمان جهاز فني جديد بقياده ريكاردو سواريش، اللي يعني مش عايزين نحط علامات استفهام على قدومه، لسه الراجل ما بقالوش اسبوعين ثلاثه، يعني انت لازم تقيم المدرب مش اقل من 10 15 مباراه. فاحنا في موقف ان شاء الله باذن الله انا متفائل، لكن على جماهير النادي الاهلي انها تبث الروح الايجابيه، تبس الروح المعنويه العاليه، الطاقه الايجابيه على لعيبه النادي الاهلي، القتال، العزيمه داخل الملعب، والروح الفانيلا الحمراء لازم تظهر من اول دقيقه. ده كان طبعا تعليق على مباراه النادي الاهلي وبيراميدز، وزي ما بقول لحضراتكم حقك تنتقد، ولكن كمان انا شرحت جزء من الاسباب الكثيره جدا اللي ممكن تشوف لعيبه النادي الاهلي مش قادره تادي، مش قادره تطلع اللي جواها، نتيجة طبعا تلاحم مواسم كبيرة جدا على مستوى النادي الأهلي وبطولاته مع كمان المنتخب المصري من خلال المباريات الدولية. طيب قبل ما نبدأ كالعادة ملفات